هي حفلة جميلة جدا منقسمة لقسمين، هي طبعا تحت رعاية السفارة الأسترالية، بتقدم موسيقى فولكلورية جابانيز ولكن بستايل جاز. يعني احنا شفنا موسيقى الكابوكي قبل كده في أكثر من عروض كتيرة في الأوبرا، بس هنا متقدمة بشكل مش بس تقليدي، لا في آلات زي الدرامز والساكسفون، وطبعا ريف باند هو فريق ناجح جدا وليه عروض كتيرة في الساقية كمن أشهر فرق الجاز في مصر. يعني هو موسيقى الجاز عموما يعني بسناء أمريكا تراجعت طبعا جنب موسيقى البوب والروك والهيب هوب، ودلوقتي في التكنو والترانس، بس في محاولات ان الجاز عشان يتطور لازم يبقى فيه ميلتد بستايلز الكترونيك، وده اللي حصل دلوقتي ان في موسيقى فيوجن. الفيوجن اللي انا بقدم ستايل جاز بالامبروفايزيشن بتاعه على الات زي البيس جيتار او الكونتر بيس والدرامز، جنب الات جنب الكتريك بيركاشن او موسيقى الكترونيه. فالتوازن ده بايقاعات جديده هو اللي بيعمل بوبيلاريتي لموسيقى الجاز. الحفلة هي حفلة جاز أسترالي مقدمة من السفارة الأسترالية، بيشترك معها أحد الأفراد من الفرقة الكورية التابعة للسفارة الكورية. دي أول مرة السفارة الأسترالية تنظم بالتعاون مع الساقية حفل جاز أسترالي في الساقية. الحفلة مستمرة يوم واحد بس، إن شاء الله بعد كده في المستقبل هتتكرر الحفلة أكثر من مرة.